خزري خزري يلعب كرة حلوة برشا مش مبكر الهدف الأول النصور طه ياسين الخنيسي طه ياسين الخنيسي يفتح شريط الأهداف ويسجل الأهداف فقط طه ياسين الخنيسي طه ياسين حط الكرة لوبيه لوبيه ترجع الكرة على طريق البدري بدري خزري الثاني مسليتي جول الهدف الثاني من نعيم مسليتي الهدف الثاني من نعيم مسليتي يا ريت نضمنوها وضمناها